السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدي أعطيكم بس معلومة سريعة عن محركات المراوح الصغيرة اللي هي سرعة واحدة بتيجي، يعني بتشتغل شفطات أو بتشتغل بتدفع هواء أو بتشفط هواء، ما بهم، المهم إنها المحركات الصغيرة، يعني زي هذا مثلا 150 واط أو 200 واط أو 100 واط، يعني شو ما كانت، المهم منها صغيرة. طبعا أغلبها هاي المحركات بتكون صينية، وبكون أسلاك اللف إلها ألمنيوم، يعني تلاحظوا هاي سلك اللف بتلاقوه أبيض من هون، لما تقطعوه بتلاقوه من جوا أبيض، يعني سلك اللف هذا السلك ألمنيوم. لاحظوا هون، أنا لاحظوا هون السلك هذا اللي خارج من تحت لونه لون نحاس، لكن أنا لما قشرته لونه أبيض، لونه أبيض، هذا بكون سلك ألمنيوم. يعني لاحظوا من هون هذا اللون، من هون هاي لونه أبيض، أما من هون لونه لون نحاس. طبعا هاي المحركات، المعلومة اللي بدي أعطيكم إياها أو الملاحظة اللي بدي أعطيكم إياها، بدك تحاول تعد لو ملف واحد من كل المحرك، يعني لو ملف واحد. ليش؟ خاصة إذا ما في مشترك، خاصة يعني هذا الكلام للمراوح اللي ما فيها مجاري مشتركة، لأنه بكون عدد التشغيل وعدد التقويم نفس العدد. التشغيل في العادة بهاي المحركات، التشغيل والتقويم نفس العدد ونفس قطر السلك، نفس العدد ونفس قطر السلك للتشغيل وللتقويم. يعني زي هاي المروحة، أنا وجدتها 265 لفة، هي خطوة 1.6 1.8، لأنه 16 مجرى، 16 مجرى، فهو سريعة 3000 دورة قطبين، بكون فيها مجموعتين متقابلات بخطوة 1.6 1.8. طبعا وجدتها أنا 265 لفة، وال1.8 265 لفة، والتشغيل كمان خطوته نفس الخطوة 1.6 1.8، كمان لقيتها 265 لفة 265 لفة. طبعا سلكها، سلك اللف 31.5، يعني 31.5 ديزيم، يعني 3.1 ديزيم، 3.1 ديزيم، 3.15% من الديزيم. طبعا راح نحاوله احنا لنحاس ونلفها بنفس العدد. كمان النصيحة الثانية اللي انا خلتني انا اصور هذا المقطع او الفيديو، انه صحيح انه الشركة بتلف التقويم والتشغيل بنفس العدد، لكن انا نصيحتي لكم، يعني نصيحة من اخ لكم محب لكم، انه ملفات التقويم تزيد عددها شوية عن التشغيل، يعني تزيد لك فيها بالاقل 30-40 لفة عن التشغيل. يعني هون مثلا عندنا احنا التشغيل 265 لفة، التقويم اعملها 300، التقويم اعملها 300، او انه 30 لفة بتوزعهن على الملفين الموجودات، يعني لو عملتها اقل ما فيها 290 290 290 290، الواحد 6 290 والواحد 8 290 اقل شيء. هذا بعطي قوة في الإقلاع وبخلي المحرك ما يسخن، لأنه معاهم مكثف مستمر، يعني التقويم دائم، التوصيل في الدائرة عند تشغيل المحرك، فيعني التقويم دائما واصل ما بفصل عنه، فما دام دائما واصل إذا بساعد التشغيل في الشغل. أوكي إنه التشغيل هو اللي قايم بالحمل، لكن ما دام التقويم متصل اذا التقويم بيدفع معه، فبيساعده، فهذا بيقلل الحراره اللي خاصه هاي المحركات ممكن تشتغل طول النهار. وهذا محرك، يعني هاي المروحه تبعته، هاي شكله، هاي مروحه كبيره يعني عليه، وهي بتطلع هواء قوي جدا مع سرعه 3000 دوره، مع انه صغير المحرك، لكن بعطي قوه كبيرة جدا. وهاي طبعا
بركب هون هو هذا المحرك بشغل عشان بلكين تعرفوه بحطوه محلات الملابس أو محلات أي محلات في السوق بحطوه على باب المحل وبركبوا على عليه بالون طويل أو بالون صورة شكل مهرج أو شكل كذا وبكون المروحة شغالة والبالون بتحرك يعني كأنه المهرج بتحرك أو شيء من هذا القبيل من باب لفت انتباه الزبون الماشي بالشارع يعني بضل طول ما هو المحل مفتوح وشغال بضل هذا المحرك شغال يعني بشغلوه من أول ما يفتحوا المحل لغاية ما يسكروا المحل يعني فترة عمله فترة طويلة وبسخن وبحمى وخاصة أنه بكون المحرك ما في عليه تهوية زي الناس لأنه بكون جوا العلبة البلاستيك اللي ورجتكم إياها السودة هاي ومغطى فما في عليه تبريد بكون كويس فأنا نصيحتي أنه نزيد عدد التقويم شوية عن التشغيل حتى أنه المحرك ما يسخن وما يحمى. هاي هي معلومتي اللي حبيت أفيدكم فيها. طبعا تكلمنا إحنا عن تحويل الألمنيوم إلى نحاس وهي باختصار سريع أنه إذا بتحطوا نفس القطر جيد بنفس العدد بشرط أنه نفس العدد ما نغير في العدد بتحط نفس قطر السلك وحطوا نحاس ما عندك مشكلة إذا وسع معك المجرى إذا ما وسع معك المجرى بتقلل من القطر شوي بحيث أنه يوسع معك بنفس العدد بحيث انه يوسع معك بنفس العدد وهذا بعطيه قوة وبعطيه عزم في الشغل افضل ما انه تزود العدد لانه اذا زودنا العدد كثير خاصة التشغيل بده يصير المصدر الكهرباء اللي هو 220 فولت الواحد فاز بده يصير قليل على الملفات وبالتالي رح يشتغل بضعف رح يضعف على حسب الزيادة اللي انت بتزيدها ورح يصير يحمى ومع المدى الطويل ممكن يحترق فالأفضل إنه العدد ما يتغير ومع إنه في قانون بيحسبوه فيه بس لكن أنا عمري ما اشتغلت عليه القانون هذا وأنا بشتغل يعني أنا بعطيكم معلومات شو أنا بشتغل فيه من سنوات طويلة والحمد لله ما بيصير معي مشاكل فيها فأنا بعطيكم معلومة من هذا الباب وإنت إلك الخيار حابب إنك تشتغل بنفس معلومتي اشتغل حابب تشتغل إنت على القانون المعين الفلاني اشتغل انت الك الخيار يعني خيارك بيدك وانا ما علي الا انصحك وانا يعني اخليك تشاهد تجربتي العملية فقط لا اكثر انا بعرض تجربتي العملية فقط لا اكثر والخيار الك تشتغل فيها او تشتغل في اللي انت متعود عليه او بتريده وهاي هي المعلومة تبعت اليوم وان شاء الله انكم تستفيدوا منها وفي الاخير زي ما بوصيكم دائما وبوصي نفسي طبعا لا تنسوا صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.